أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المقتدر على كسوة المحتاج في الكفارة، المقتدر على كسوة المحتاج في الكفارة، هل هو مقدم على الإطعام، مع العلم أن الكسوة قد يتجاوز سعرها للواحد قيمة إطعام العشرة؟ يخير بينها يا أخي، يخير، الله خيره بينها، إذا اختار واحدة منها أجزى، إذا اختار نوعا واحدا منها أجزى، لأن الله خيره في ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.